ادينا بقى كده الشكل النهائي للمسابك بتاعتنا اهو. بصوا طبعا انا دهنت كل الكميه دي، كل ما تحسي كده ان اللون مثلا طلع شويه كده ولا حاجه تحبي تزهزهيهم. طبعا الحديده دي بتصدي على الغسيل، طبعا لما تدهنيها كده خلاص بتمنعي الصدى ان يظهر على الغسيل بتاعك. بصوا هي مدهونه بس في حتت كده مفوته، بروح عايده عليها كده كل فتره عشان طبعا لما انشر الغسيل يبقى الشكل موحد كده، وشكل طبعا المشابك ملفت، وشكل الغسيل طبعا ابيض كده والمشابك حواليه لبني، تبقى مميزه كده وانت تبقي مميزه باللون اللي انت بتحبيه. يعني ممكن تعملي احمر، ممكن تعملي اخضر، حسب ما انت حابه. فانا حبيت اللون ده وعملت اغلبيه المشابك اللي موجوده عندي بالايه باللون ده، وشايفين بتدهني بطريقه سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، وكمان بتقومي تغسلي ايدك خلاص الدنيا اتظبطت معاكي. اتمنى الفكره تعجبكم بقى وتجربوها كده، ويبقى عندكم اللون مشابك معين كده وتورونا. طبعا اهو شايفين كلها حاجات بسيطه جدا بس بتغير الشكل تماما. اتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها، واتمنى تشتركوا معايا في القناه وتنوروني. طبعا وجودكم بيسعدني، وقولوا لي لو افكاري دي بتعجبكم يعني نزود فيها. في حاجات كتير انا بعملها في البيت مثلا ومش بصورها، واكلات برضو بحس ان مثلا ولادي عندي او حاجه ما ينفعش ان انا اصور في وجودهم. فقولوا لي الافكار دي بتفيدكم ولا ايه عشان استمر فيها اهو. يعني انا بحب كل فتره كده كنت اغير اللون، بس انا طبعا اللون ده مع الغسيل الابيض بيبقى مزهزه وحلو جدا، فانا بحبه. في عندي مشابك بصوا كانت فيها شكل وش كده، فدهنتها برضو عشان هي بدات تقدم اهو. بصوا اهو شكل الوش كده، تحس ان هي سلحفاه اهو. بصوا بتغير الشكل تماما. يعني بصوا لو المشبك بتاعي خشب كده عادي، لكن لما يبقى مشبكك اللون ده مميز طبعا مع الغسيل الابيض او الالوان وما بيصديش كمان. الفكره ان انت الحديده اللي جوه المشبك دي بتصدي على الغسيل، فانت كده هتمنعي غسيلك ان يبقى فيه اي صدى. وفكره بسيطه وسهله وتقدري تعمليها. وبصوا علبه فازلين كده بدرب البوهيه فيها بشويه ميه وخلاص كده، وغيرت طبعا من الايه الاشكال بتاعتهم. وانت ممكن تعملي لون اخضر، لون اي لون يعجبك بطريقه سهله وبسيطه. واشوفكم بخير، باي باي، السلام عليكم.